شيخ هادو راح يبدلوا ناحيتنا. هادو هما ناحيتي تبدلت ذاك العام ملي دخلوا فيها شي فواقر. أنيس ولدي هاد الحية شتاهي يما؟ هذا غوزيزونغ حلال. شكون راه يحلل ويحرم؟ غير تشكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مخطئة. سليم عليها مخطئة. ما فلحتني في عربية ني فرنسي ني أونجلي ني تسلق الصخور. لي ديرها مر فيها لي ديرها. أيا حبسوا علينا هاد التنقريش، نهار أنتم متناقرين. تقول عديان. ولدي فهمني دروك، انا بغيت نفهم غير حاجه، هاد الحيه حلال ولا حرام؟ مثلا هاد الغوزيزونغ الازرق كي توضى يما ما يبطلش الوضوء، لان فيه سيستام يخلي الماء يلحق الاظافر، ومن هنا استنتج ان وضوءك صحيح وان هذا الغوزيزونغ الازرق حلال. هذا فاش فالحين، هذه حلال هذه حرام، هذه حلال هذه حرام، غير الحوايج التافهه اللي جسم انت بارحين عقبت على الحانوت تاعك وليت خاطر حتى لهنا شكاير مرميين ما تعرفش تنقي. حنا نرموز بالبلعاني باش يجوا الخدامين وينقوا، لو كان ما نرموش نقطعوا لهم الخبز. يا شيخ حرام، شيخ حرام علينا، ماشي هكذا. لا لا شيخ والله ما هكذا. انا شوف انا الى مت ما تقتلنيش فرنسا، انت وشي فواق راه هنا. شكلا بس واش حسبوا له منغميش؟ واش منغم اخو؟ هادي سخانه 35 درجه تسميها سخانه بتوي فوخو. انا عشت في عين قزام 75 درجه في مو جونفي يا حبيبي. حنا في عين قزام ما تعرفوش كيف بالسخانه هادي، هادي طروازيام ديفيزيون خو. انا يا تلمو سخان والفتا وليت كيما توارك خو، نلبس هذاك اللي فهم ونمشي في وسط الصحراء هكذا ونحسبوا له. انا شافوني لي بومبي تما في عين قزام قالوا لي انت نورمالمون تخدم معاهم، خدمت معاهم خطا واحد لافير تاع سوفتاج باتيمو قاعد تحرك خافوا قاعد يدخلوا باش نشوفوا فيه قطه صغيره. تعرفني انا انسان انساني يغيضوني الحيوانات. شحال كندوك الدخله بزاف؟ واحد 150 درجه فهم هاي تخو بزاف. دخلت الماكما انت داير؟ نعم دخلت الداخل يا خو وشعلت فيها ما خو شغل. ومن بعد الغاشي سمو ريحه بوز اللوف خو، قالوا بالك راهم دايرين لي بروشيت خو. بالك شو خرجوا كاع لا فيت عين قزام خو باش ياكلوا. وما فات قصتي كوا؟ سيتي أنا يا أخو خرجت هكذا ورافض القطة هكذا يا أخو محروق كاع مفحم غسلت وجهي هكذا وراحت بقى والو أخو. خلاص حبيبي أنا حمام. ضحكتني يا بالك والله العظيم. سكو خاطر حكيتي كنت صغير كنت تروح مع لي بارون تاعك زعما تربيت في الأستراليا كنت تعوم زعما مع القرش هكذا ولي رو كان بارتو. الأسترالي تحكي على عبد الحق. عبد الحق خيالك. انا اخو عبد الحق جيمو خو. انا عبد النور قال ما عقدنيش خو. قال لك عبد الحق ملي دي فوا يجي هو ودي فوا نجي انا بس نحبوا الوطن ما نقدروش نبعدوا على الدزاير خو. كاين لي ديفيرونس دو طاي ديجا تفيق لنا لا طاي ديجا انا طويل عليه خو. عندي 2 مليمتر ابوبري اكثر منه. هذوك العفسه اللي عندكم اونكم شنو هي؟ يدين يدينا كيف كيف انفا هو خويا محوته شويه انا انا شنو هو؟ شعر ما كيف كيف مزيد شويه. شعركم كيف كيف قطبي انا شنو مانا؟ حب الوطن مع الانسانيه وسختو كذب صح. عبد الحق يكذب خو. عبد الحق كذاب كبير يا اخو. عشاق فوا بابا يقول له انت علاش تكذب يا عبد الحق؟ علاش ما تكونش كيما اخوك عبد النور قدوه في الصدق والصداقه يا اخو؟ والله راه يكذب صوبيت يا هضرت معاه ما عرفش يتبدل خو. سخان على بالك برد خو السلام عليكم، واش راك وليدي؟ تاع طاهر. وحاب اسمع، شيخ الطاهر من فضلك. على شيخ طاهر مازالك صغير وحطاه وجاي ليها، قول لي ما تروي. ما تروي؟ شفا، كي كنت سيرفيون في السيام طايح لينا ما واشي ما يقيري، زركتنا، درت لنا تعليم طريقة اليابانية في تربية الأطفال، صح مليحة. هذيك الطريقة اللي درتها فور، دوكا يضربني سيمي روموك ريزيستي له نورمال. أنتم كنتوا عاقلين، ماشي كيما الجيل هذا راهو طاير. حنا اللي درتو مع الطريقة اليابانية، الجيل لازم ديرو مع طريقة كوريا الشمالية ويا ربي. شوف الاسلحه فتاك خاطين ياك شو طابله تاعي فيها العافيه ياك مخصوك مشاكل ولا ليه؟ لا لا وليدي جيت لك برك على جال الشيكولا. عندك شيكولا انت ماركه؟ ما عنديش شيكولا ما عنديش. سمطان انظر شوف ميدان
خير ما عطل كاتشي. كاش عطلني؟ اللي عنده دريه كيما دام ماشي تعطل هذا يموت قبل الوقت. خير يا ربي ان شاء الله خير. كيفاه خير على كبريانات خلاص عليا نفطر في الكوميساريه بجغمامه. ايوا على ما عيطناش يا خويا، احنا ولا احنا صحاب غير في القهاوي لهنا. والله. الولد البارح راح يشوف ماتش. طلع للسطات خلاص عليه في السيلون. هذا وين خرجت؟ يا ودي كان عيط لي شوف. تمتم نرد الكارطه نتاعي نروحو رجلي في رجلك شوف كي نقول لك نخرج ونخرج الشيب عرفتي واش مكارطه لافار اللي دارها ماشي تاع كارطه يا راجل باع ماتش يبيع ماتش يبيع ماتش هذا الماتش ويتباع في الدلاله واش بيك صح انا جاب لي ربي فهمت على الماتش على الما واقيلا حرقوا لي في ميجا يا ودي وكان حرق لي شعلي في ميجا ولا غادي سهله كاع مالا واش كوناش يا ودي كاع ما قدرتش نيماجيني حبيبي غناو غنيه في السطاد اروح يا الموسيقى اروح هذاك الجيل تاع دوكا تعيط له ما يسمع توكلوا ما يشبع في الدنيا ما ينفع وفي الاخره ما يشفع ولا غنجي تاع هذا ولا غنفيق على بالي شو ديك التحفيفه تقول حفولو بميبره هذاك هو الوقت حم اللي جانا تاع دوك واش تلعب هذوك تبكي زعما انا درت فيك المنكر انا خلاص وليدي غنينا وليديك الاغنيه غنينا هذيك الاغنيه اللي دير الدوك على الجال ها غنيها هوا جامي ننسى الباسي وعلينا كاش تبدل الحال ما كاش كيفاش كلش يبقى فراسي كلش راح يبقى قرابي في البال لهوا هدا ديرو دوسي كلاسي والفرشات ترمى في البوبال ايوا نروح للدار راح سبق للدار زعمينا ننسى الباسي يعطيه الصحه هذا بارك الله فيه كي تجي في ولاد الناس اللي مليحه وكي تجي في ولادك ماشي مليحه نورمالمون تاع الحساب تاع السي واي والنيفو تاعك حابس فهاديك تكس تكس تك جيجل تكس تكس تك جيجل ايوا تك تك جيجل ايوا هذا ميوكا تقول له تكس تكس تك بويرة ايوا البويرة ايوا